لعبة الركنية على طول معدية عالية، ضربة الرأس الذهبية من أحمد العمير، حلوة 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 حلوة، مفيش كلام، حلوة معدية 75. البديل أحمد العمير يحرز الهدف الثاني لصالح فريق الصفا من واحدة من الركنيات المتعددة التي يعني بلغت 12 ركنية مع الرقم 12 نجح عادي، اتلعبت من حمزة عبود وعلى طول الراجل مقابلها من على خط الست ياردات ونازل وخذ بشكل سريع. احمد العمير بتقدم بالكره، نفذ كره بشكل احمد العمير، احمد العمير هدف 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 هدف، كرة تنفذت بشكل سريع واحمد العمير هدف هدف هدف. صحيح الامر لانه كان بمواجهه لاري مهنا، احمد العمير رام 11 عم بسجل وينهي الامور عمليا من ناحيه النتيجه. احمد العمير هدفه السادس بالبطوله، وضع الكرة على الزاوية، كماشة الكماشة القوية جدا اللي بتضم نور منصور وعلي السعدي، عندك ما شاء الله دفاع ممتاز يملكه هدوء، والمدافع لما يكون عنده الهدوء يقدر يقدر يقدر، لكن بيقول على طول على طول هدف 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 هدف، يعني جميل جميل. اعتقد احمد العمير يعني بعيد عننا والنور يعني المونيتور فصل، انما الهدف اللي بيقول ان التفوق للفريق الصفائي. هنشوف العمير ولا حيدر. العمير، اذا احمد العمير هو اللي جاب الهدف الاول. هدف ادي مرة تانية، شوفوا حيدر طلع من ناحية الشمال، ادري عادة، وادي العرضية، وادي الراجل، يا ولد يا ولد يا احمد يا ولد يا احمد، هدف في الدقيقة 35.